طيب احنا سعداء طبعا جدا في فوز طبعا عادل حبيبنا هون بيمثل طبعا فلسطين، واحنا سعدنا بالفخر انه هو ثالث فلسطيني حتى الان بكل الجائزه السنه السادسه، ثالث واحد على التوالي بفوز فيها، فسعداء جدا طبعا فخر لنا طبعا زي هو مفتخر بهذا الشيء، كمان احنا مفتخرين انه هو ابن فلسطين بيمثل فلسطين، والصوره كمان معبره من برج البراجمي، صوره رائعه جدا وفاز فيها وبيستاهل كل خير، بنقول له الف مبروك لانه هاي جائزه كتيبه طبعا اكبر جائزه فوتوغرافيه في العالم، فطبعا سعداء انه وصل لهذه المرحله وفخرنا له، وراح تضل طبعا شيء مهم جدا في حياته ويفتخر فيها دائما زي ما احنا بنفتخر فيه دائما. نشكر شكرا جزيلا، وهي حتكون على اليوتيوب رسمي، حتكون اليوم على اليوتيوب. انا صاحبي ليش تهنئة، انا صاحبي ليش تهنئة، صاحبي كمان صاحبي كمان ليش تهنئة كمان كمان فيك مبارك شهر مبارك كمان، وانا كمان كمان هاي كمان سعداء كمان كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.